وهي كي هي هو في عالم كره القدم ما كايناش ان غوسيت كيف كنقولوا بوغ اريتي واحد البام، كاين شي وصفه سحريه باش نتصدى لضربه جزاء، ولكن كيكون هو واحد الانتويسيون، واحد الاحساس. انا عندي واحد الاحساس داكشي كيكون رباني، شي حاجه كيعطيها لك الله، اننا داك لو تيرور ديال بيراتي كان كنمشي انا في اتجاه فين غيضرب، كيكون عندي الاحساس لذلك. وانا انا مشيت في اتجاه فين كتضرب كره بلي زابوي اللي كانوا عندي فور بلا تكنيك ولا تاكتيك اللي كان عندي، يعني كنكون بواحد 90% نشد انا ضربه جزاء. ولهذا انا غنرجع لك لبعض المباريات، من جمله مباراه ديال الترجينيت، لان قبل ما نمشيو للضربات الترجيحيه انا قلت للدراري، انا غير الدراري غير سجلوا، انا واحد جوج الكويرات نجيبهم ان شاء الله، نعتيق في راسي غير ماركيو، لان غيضمن ليا باش نفوز واخا نشد انا، ولكن الا بقاو الدراري كيضيعوا. قلت لي انا غير الوليدات، قلت للدراري تسجلوا، الا تماركاو يضاعت وحده ديال يوسف صفري مشات فوق الكادر، هما لي غيست كلهم كانوا غيوسي. الوغ انا قلت للدراري غير يسجلوا راه غيكون خير، وبالفعل فيكتيفمون داكشي اللي كان ما خليتهاش تفوت خمسه ديال الضربات الجزاء. وكاع ضربات الجزاء، كاع المباريات اللي مشينا فيهم لضربات الجزاء مع فريق الرجاء فكنت موفق فيهم، وفريق الرجاء فاز بهم، لان كانت ثقه عند اللاعبين بان مصطفى غادي يتصدى لواحد وجوج. هذا كان شي حاجه اللي كان عطى لي موهبه الله، وكنت كنحسن حتى في التدريب، لان بعد اختلفت في التدريب كنت كنتالي سيونس كنجمع 10 اللعاب وكندير معاهم شالونج، كنقول لهم يلا اللي يسجل عليا، الا تسجل عليا الناس نخلص لكم شي حاجه. واحد الحاجه دابا نقدر نقولها المتتبع الكريم عن طريق شوف تي في كيبغي يعرف هذه الاشياء، حتى حنا نتفاعلوا معاه. واحد الوقت انا جمعت 10 اللاعبين في عمان، الجاري زكريا عبوب مسلوب وداك الشيء، هما 10 قلت لهم انا لا تسجل عليا النص، والنص نمشيو للفيستير انا اللي بغيتو. دابا الا قلتها يقدر يتفاجئوا الناس، وراه الدراري كيعرفوها 10 البيرانتيات ولا وحده تسجلات، ومشيت للفيستير وتابعيني كاملين. اش كدير انت؟ اش كدير؟ علاش ما كاينش كتشد؟ وكيستيو كيف قلت لك ديال الاحساس ولي زابوي ديالي فاش كنمشي في لو بون كوتي، دائما كنكون اقرب للتصدي، لان كاينين مباريات كثير فريق الرجاء انتصر فيهم. نرجعوا للمباراه، مشات الضربات الجزاء اللي دخلتنا للمجموعات، والعام اللي غنفوزوا به بالتشامبيونز ليغ مع ترجي، وهو مباراه اللي مشات الضربات الجزاء وكان الحكم كيعيد ضربه الجزاء، مباراه في مالي مع جوليبا المالي. هذه المباراه اللي كانت فاصله لدخول المجموعات، هي يعني بعد فاش دخلنا المجموعات فيها الاهلي المصري هارت اوف كوك، مشات الضربات الجزاء وتصديت لجوج ضربات الجزاء، والحكم كيبقى كنتصدوا كيقول لهم عاود، وتستسلم. انا بقيت كنشد تستسلم ونهينا المباراه.